يمكن لينا نعاودوا من الاول. دابا بالنسبه مثلا لينا حنا انت كاعلاميه مثلا سناء، واش يمكن لك تكوني مع مغاربه ضد مغاربه؟ المهم هذا دابا حتى المقياس اللي كيفرض عندنا الراي الاخر راه عنده مقاييس. الراي الاخر كيخص يكون في نفس الموضوع، ماشي كيخص يكون خارج على الموضوع. ما يمكنش لينا مثلا نتكلموا على شي حاجه اللي ما عندها علاقه بالدين، وبالاضافه لهذا الشيء كحنا كنعلقوا على هذاك الشيء اللي ما عندوش علاقه بالدين، بمعنى انه كيكون غلط مذكر. انا في نظري مع احترامي لهذا الشيء اللي اللي كتفكري فيه واللي غاديه فيه، انا في نظري هذه المسائل كلها كيخصها لا ريستوراسيون. علاش؟ على حقيقه عندنا ثلاثه ديال الاسباب الى جينا نشوفوهم كنلقاوهم اسباب واجهه. المساله الاولى هو انه ما كايناش الموضوعيه. القضية الثانية هو كاين الرأي الآخر، ولكن الرأي الآخر مقطوع مخصوص بهذاك الشيء ديال الزمان اللي على بال. ثم بالإضافة لهذه المسائل كلها أن كاين الذاتية، كاين الرأي اللي كينصب على جهة مع إهمال جهة أخرى. أنا في نظري كيخص يتعاود هذا الشيء كله.